السلام عليكم، عاونوني. راه شحال ويا كضرب عليا الشتا، هادي 4 ايام وانا في الشتا. والله يجازيكم بخير، نشوفوا وجه هاد الدراري وعاونوني. هادشي اللي كاين، كنطلب منكم تعاونوني وتشوفوا وجه هاد الدراري، والله يخليكم صحيحتكم. وانتم ما تشوفوا الحاله ديالي كي دايره، يو كنطلب منكم تعاونوني، الله يخليك صحيحتكم. راني عايشة زعما عايشة في راه كتشوفو عايشة كي دايرة، ولا كي قال لك نطلب المحسنين يعاونوني، الله يكتر خيرهم. شوفوا لي شي سكنة في هاد الدراري، وهاد شوفوا وجه هاد الدراري، كلشي عايش مكرفس هنا في الناظور. انا 5 سنين وانا عايشة هنايا. مول الدار اللي كنت كاريه يعني. مول الدار خرجني 3 ايام وانا في الشام، راني وقال لي في افراغ ورماني في الشام. دابا راني ما كنقدرش نهضر بقوة، مصدومة، محلي مصدومة. كنبقى جالسة في البيت اللي دار فيا خير السيد، كنبقى جالسة فيه، مكنقدرش نخرج. حتى الهضرة كتلف ليا بقوة، عندهم دراري ما ياكلوهم، عندهم كنخمم لهم، نخرج كنخليهم بوحدهم صغار، الحوايج ما عندهمش حتى حاجة، كلشي فازق لهم، كلشي فازق، ما عندهم حتى حاجة. يلا شفت لهم الحوايج جوج، يلا حاجه اللي شفتهم باش يلبسوا. لبس البنت تريك، واحد تريك رقيق، واحد جوج كذا باش مشاو للمدرسه. كنشكروا شوف تي في على الحضور ديالهم معنا هنايا. انا من واحد السيد من هذوك الناس اللي شافوا الامر الواقع على هاد السيده. نعم فهمتي، هاد السيده مسكينه 3 ايام هي كتبات على برا. انا ما كانش في العلم ديالي هاد الشيء، حتى سقط الخبر النهار يومين، سقط الخبر جيت هكا لقيتها في الشارع، يعني واقفه جالسه في الشارع هي وليدتها. قلت كيف يعقل حنايا كندعي بان حنايا مسلمين وفينا واحد الميزه ديال الايمان، وهاد السيده كيدوزوا عليها الناس في الشارع بحال اللي ما شافوا والو ودايرين علميك. يعني هاد السيده فاش جيت انايا لقيتها في الشارع، يعني تصدمت بهذا الشيء. وانتم الاخوان راه كتشوفوا هذه السيده كتعاني، هذا الشيء راه ماشي تمثيليه، هذا الشيء راه واقع وعندنا دلائل في هذا الشيء، وهذا الشيء ماشي راه تمثيليه كما قلت لك، يعني هذا الشيء راه واقع ملموس، يعني واحد الحاجه ملموسه. انا فاش جيت كما كنقول لكم جيت وراني شاهد على هذا الشيء اللي كنقول، والله سبحانه وتعالى شاهد على ما اقول. هذه السيده هذه محتاجه لواحد المساعده بزاف بزاف. حنايا دخلنا واحد 3 بينا، يعني النهار الثالث دخلنا بطبيعه الحال، ضرب عليها الشتاء، تكرفست بزاف في الشارع، يعني درنا حنايا ما فحلناش، يعني الناس دراوش وصافي، ماشي شي ناس ديال الجمعيه ولا عندنا شي حاجه كبيره، شي مستقبل ظاهر ولا، وانما حنايا غير الناس ديال باب الله وصافي، يعني متوسطة من الطبقة المتوسطة. وكنتمنى من المحسنين، كنتمنى من المسؤولين، كنتمنى من الجمعيات يدخلوا في هذه المسألة هذه. حنايا راه ديبانيناها واحد ليامات، واحد الشهر ديال الكرة ديبانيناها، ولكن كنتمنى من المحسنين، من المحسنين، راه هاد السيدة راه قبل مقبلين على شهر رمضان المبارك، ولكن ما خصناش نخليو هاد السيدة هذه يعني تبات، يعني غتكرف السر، انتم شفتوا الحاله. وكذلك كنشكروا شوف تي في على الحضور ديالهم، يعني في ظرف 24 ساعه اتصلنا بهم وجاو لباو الطلب ديالنا. وكيف يعقل حنايا زعما غنباتوا مزيان، عندنا جميع المستلزمات في الديور ديالنا، وهاد السيده مسكينه كيضرب عليها الشتاء 3 ايام على برا.